وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. كيف يسهم استمرار فرض رسوم الإغراق بالحفاظ على قوة السوق الخليجي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. في البداية طبعا ودنا ننوه على الدور المهم للقطاع الصناعي في اقتصاديات دول مجلس التعاون. طبعا من هذا المنطلق تسعى وزارة الصناعة والتجارة في البحرين لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها. مثل ما ذكر التقرير قبل شوي، من المهم أن نأكد على مفهوم الإغراق، واللي هو عبارة عن تصدير منتج معين إلى دول المجلس بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه له في بلد التصدير. طبعا تتقدم الصناعات اللي متضررة من هذه الممارسة للجهات المختصة بالصناعة في دول المجلس، وتقوم بتقديم شكوى إغراق، وبعد الدراسة والتحقيق اللي تقوم فيه سلطة التحقيق لدول المجلس، واللي تتمثل في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يتم فرض هذا النوع من الرسوم الجمركية على واردات جميع دول المجلس من المنتج محل التحقيق. وتكون هذه الرسوم على شركات معينة وبنسب متفاوتة تتفاوت بحسب أثر تصدير هذه الشركات على المنتج الخليجي بحسب نتيجة التحقيق، وكذلك أيضا تكون فترة التطبيق لفترة محددة. طبعا مثل ما تفضلتي، هذا النوع من القرارات يساهم في قوة السوق الخليجي عن طريق حماية الصناعة ودعم تشجيع المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، واللي بالطبع يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة 22 ل 2026. نعم دكتور خالد، يعني في حال اكتشاف حالة إغراق في السوق البحريني لابد أن هناك إجراءات من الواجب أن يتم اتخاذها، فما هي هذه الإجراءات؟ أكيد تقوم وزارة الصناعة والتجارة اليوم بالتعاون مع جهاز التحقيق الخليجي، واللي ذكرت أنه متمثل في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد الصناعات في الدول اللي تسببت في الإغراق، ويكون كذلك بالتنسيق مع الصناعة الخليجية اللي تنتج نفس المنتج البحريني، لأن لما نتكلم عن منتج وطني يعني نتكلم عن منتج خليجي بحكم السوق الخليجية المشتركة والقوانين الخليجية الموحدة. التحقيق يستغرق كحد أقصى يطول بعمره سنة كاملة، وبناء على نتيجة التحقيق يتم فرض رسوم الإغراق على واردات هذا المنتج، واللي تستمر لفترة معينة تنتهي بتحقيق يسمى تحقيق مراجعة، بحيث يتم مراجعة ما إذا كان الضرر للحين واقع على الصناعة أو لا، وبعدها يتم إصدار قرار إما بالاستمرار في فرض الرسوم أو وقفها. نعم الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.